وبعد الفاصل أكيد رجعنا لكم مع الطاقة الإيجابية ومع السعادة مع الدكتور خالد حماد ومدرب حياة مهارات حياتية. صحيح. صباح الخير. صباح الخير، شو أخباركم؟ يومكم سعيد إن شاء الله. أنت كمان أسعد. شكراً لاستضافتي. السعادة والطاقة الإيجابية. هلا أنا الأشخاص متعمقة وبحب هذه الطاقة وبعرف إنه كل إنسان حوله طاقة ممكن يعززها هو بشخصيته 100%. إن كان سلبياً أو إيجابياً. صحيح. حولنا أشخاص سلبيين كثير بحياتنا. صح. البعض ما عم بيقدر يحافظ على إيجابيته في ظل مناخ سلبي بشكل كثير كبير. خلينا نعرف إيش هي الطاقة الإيجابية وكيفية المحافظة على الإيجابية داخلنا. جميل. موضوع السعادة بصراحة موضوع الجديد القديم طبعاً. الفلاسفة من قبل الميلاد أوريدي بيتكلموا عن هذا الموضوع لأنه هو أحد الحاجات الأساسية لكل واحد فينا، ومش بس هيك رح نلاقي حديثاً أنه الأمم المتحدة عاملة يوم للسعادة، وبعض الدول عم تسعى هلأ أنه يكون أحد أهدافها الرئيسية إسعاد يعني شعبها. كثير من المؤسسات صارت تشتغل هلأ على أنه مش ترضي بس متعاملينها وتسعدهم، وقعدوا يدوروا طيب كيف بدنا نسعد هدول المتعاملين، فلقينا أن احنا لازم نسعد كمان الموظفين طبعاً. وصار في فريمورك وصار في أنظمة عمل مش بس بتهتم بالأداء العادي، بس بتهتم كيف يكون عندي الموظف سعيد مبسوط ومنطلق عشان يقدر وهو بسعادته هاي يسعد الجمهور اللي جاي ياخذ الخدمه. طبعا احد اهم يعني من اهم شغلات انه الواحد يكون سعيد بسموها ثلاث شغلات. هلا الباحثين عن علم السعاده بيعملوا نوع من المختبرات وبيعملوا زي كانه بيعملوا اوديت على مجموعه من الاشخاص، فقسموا نوعين، نوع سموه السعداء ونوع سموه انه لسه لما وصلوا لهي السعاده، ولقوا انه في ثلاث شغلات اساسيه هي اللي بتكون بتوضح الفرق بين السعادة، الناس السعداء والناس غير السعداء. صحيح. فلقوا أنه طريقة التفكير، رأوا أنه السلوك، ولقوا أنه الأكشنز أو الأنشطة هي اللي بتميز ما بين هدول النوعين. وقعدوا يشوفوا يعني يعملوا أنواع من السيرفيز عشان يشوفوا شو هي الشغلات اللي ممكن تكون موجودة عند هدول السعداء وليش مش موجودة عند هدلك. ففي سيرفيز بتكون سريعة بيقدر الواحد فيها يعرف قديش مستوى سعادته وبيقدر يروح عليها خلال استبانة موجودة خلال استبيانات. نعم. صحيح. وبيقدر انه يشوف وين المواطن اللي بيقدر انه يحسنها خلينا نقول. بس بالريسيرش لقوا انه في جينز بتساعد، يعني الواحد اصلا اوريدي مولود بجينات متوارثة. صح. بالسعادة. سعادة. فيعني انه جايه اوريدي نصيب ضامنه هو تقريبا 50% سعادته مضمونة سهية معه. جاي سعيد اصلا على الكون. طيب بقية 50% هم عبارة عن 10 لها علاقة بالانفايرمنت وكل الشغلات اللي كل الناس بتشكي منها. وفي 40% بإيدي تماما انه انا اشتغل عليها علشان اكون سعيد. طيب دكتور ايش بتقدر تعطينا نصائح عن السعادة؟ هلا في ثلاث شغلات رئيسية. منها انه لازم ما الواحد يكون متعلق بالماضي. الماضي هو شغلة وصارت. وإذا انا ضليتني عايش في الماضي هذا معناته انه انا حبيس او رهين لشغلات حصلت زمان. وبصراحة أغلب الناس اللي يمكن شوي بتحجبهم عن السعادة إنه عايشين بأكتيفيتي صارت زمان أو عايشين بمأساة صارت مع شخص أو بموقف ولساتهم رهينين لإلها. طيب أنا لو ضليتني هيك معناته أنا عايش بالماضي مش قادر أشوف الحاضر ولا حتى أشوف المستقبل. فطبعا هاي أحد يمكن يعني الأساسيات إنه الواحد كيف لازم يكون منطلق وما يكون مركز بالماضي تبعه. من ضمن الشغلات الثانية اللي بنحكي عنها إنه لازم الواحد ما يكون مهتم كتير بآراء الناس لإله. طبعاً. لأنه أولاً إذا أنا عم بعيش وعم بشتغل بس علشان الناس وأرضائهم، طبعاً بيقول في مقولة إرضاء الناس غاية لا تدرك، بس هي كمان أكثر من هيك قد تكون لعنة كمان. طبعاً. إنه أنا بس عم بسعى لإرضاء الناس وهي شغلة بصراحة كتير صعبة. ورأيهم فيي قد يكون هو يمكن إنه كيف رح أظهر، كيف رح أكون، خاصة إحنا اليوم على التلفزيون كيف شكلي رح يكون. هاي يعني إنه لازم أكون أنا الشخص اللي رح أعطي كل المعلومات أو اللي أطلع بيرفكت أو لما شو رأيهم فيه مش مشكلة، يعني مهم نعطي معلومة حلوة وذاتس إت. هذا حقيقي. بالحوالين إحنا عندنا طاقة سلبية كتير موجودة حوالينا، كيف بدنا نحمي نفسنا للشخص عنده طاقة إيجابية؟ كيف بده يحافظ عليها بالرغم من كل الأمور اللي حوالينا؟ مرات تكون شريكك بالمنزل عنده طاقة سلبية، مرات تكون أحد الوالدين، إخوان، شريكك بالعمل وهي الأغلب بتصير، كيف بده يحافظ الشخص على سعادته، إيجابيته بدون ما يخطى طاقة سلبية من حواليه؟ في منتهى الجمال. طيب هلا
الشغلة التالية اللي احنا عم نحكي عنها هي العلاقات in general. فالعلاقات في منها العلاقات الأساسية اللي هي علاقات الرحم، الأسرة، الأب والأم، الأسرة الصغيرة، وبعد هيك الأصدقاء وإلى آخره. كل المحيطين فينا بيأثروا بيتأثروا معنا. السؤال كيف أنه أنا وأنا عم بتعامل يكون في عندي وعي. صح. لأنه وفي هون شغلة يعني بصراحة لازم نميز فيها كتير ما بين الامباثي والسمباثي. هلأ أغلبنا بيكون موجود عايش في environment معين، وهذا الانفايرمنت بيمر فيه صديق، بيمر فيه قريب، وبيكون عنده بعض يعني المشاكل او الى اخره، ومن واجبنا احنا موجودين مع بعض ان احنا نساعد بعض، نساند بعض، نكون يعني سبورتيف لبعضنا. المشكله بتكون دائما انه لما يكون حدا جاي وعنده مشكله، في شغله بسموها السمباثي، انه انا اذا واحد تعبان عنده مشكله نيجاتيف ايموشن او شيء وقاعد عم بيتشكالي، باجي مش انه بس بحاول أساعده، هي زي كأنه قاعد في حفرة تبعت الأحزان والهموم، فبنزل أقعد جنبه وبنصير إحنا الاثنين نبني على نبكي على اللبن المسكوب وعلى الفرص الضائعة وإلى آخره. السؤال بالإمباثي لازم أنا أفهم ويكون عندي قدرة على استيعاب إنه الشخص هذا عم بمر بشيء، ويكون عندي القوة النفسية إنه أنا أتعامل معه وأسحبه. طبعا هذا في حال إنه مثلا المحيطين كتير نيجاتيف وكتير متشائمين. نعم. طيب دكتور، كلنا اكيد كل يوم صبح بنوقف قدام المرايه بنسال حالنا كيف بقدر انا اليوم يعني خلص اقرر واكون مبسوطه لو شو ما يصير معي شيء ممكن يضايقني. ممتاز. اكيد في كثير اسئله يعني ممكن نسالها لحالنا. صح. ممكن توصلنا لمرحله انه خلص نحن نكون مقتنعين بحالنا ونكون مقتنعين انه نحن بدنا نكون يعني مبسوطين لو شو ما يصير بيومنا. تقدر تحكي لنا الاسئله؟ جميل. طيب هلا طبعا هم لقوا انه السعداء كمان لهم مجموعه من الطقوس. راح نلاقي انه اللي بيميز سعيد عن غير سعيد شو الطقوس اللي بيمر فيها يوميا. في ناس بتصحى بتحب تعمل قهوتها الصبح، بتسمع موسيقتها، بتدخلها في مود جميل من البدايه، بحبوا اول ما يدخلوا يطلعوا على نفسهم في المراي، يغزلوها، يضحكوا معاها، يعني يعيشوا حياتهم الحقيقيه. وهي الطقوس منها كمان بسموها شغل الامتنان، واعتقد يمكن في ناس كتير كانت تتكلم على موضوع. صح. الامتنان. صح. الامتنان بكل بساطة انه انا بدور لي على موضوع بشعر فيه الحمد لله انا راضي عنه في هذا اليوم افضل من غيره. بس بنصحه بصراحة انه لازم الامتنان ما يكون بشكل يومي. عشان ما يكون روتيني وبالتالي يفقد قيمته الحقيقية. فبيقولوا ما نكتر عن 3 ايام، هي النصيحة. وتعالوا ندور على اي شيء ممكن يكون ممتنين فيه. يعني انا على اليوم ممتن جدا لكم لاستضافتي، وممتن اكثر كمان للكرو اللي ورا الكاميرات بصراحه، لانهم يعني بعتبرهم من الجنود المجهولين. شفت قديش في هم اساس exactly. اي برنامج، فانا بمتن لهم. شكرا مع مخرجنا الجميل. انا بمتن لكم. تعالوا نمتن لهم اليوم ونشكرهم بصراحه على كل اللي عم بيقدموا لنا اياه. فهذا شو الحمد لله قديش في عنا احنا تيم وورك جميل، بنشتغل مع بعض. قد يكون نوع من الامتنان احنا عم بنقدمه، قد يكون امتنان الحمد لله عم باخذ فطوري، في ناس مش قادره. صح. الحمد لله انه انا قادر اركب سيارتي، في ناس بتركب مواصلات، اللي بيركب مواصلات في ناس مش قادره تمشي اصلا، وهكذا. فكل واحد يمتن للمنطقه اللي موجوده عنده ويمارسها. هي من الريتشوالز اللي بيعملوها بشكل. في بعض الاشخاص بقول لك انا بحب احصل على احجار تعطيني هذه الطاقه. يعني كل واحد حسب برجه، كل واحد حسب تطلعاته. تمام. يعني أنا من معلومات الصغيرة والقليلة، مثلا برج السرطان له حجر القمر أو الحجر الأحمر، ممكن يساعده أكثر بجلب الطاقة الإيجابية اللي حواليه، ممكن يؤدي أنه حتى بقول لك الأفكار اللي صحيح. عنده توصل أكثر من خلال يعني يكون عنده هذا الحجر. ولبس الفضة مش الذهب على فكرة. كيف هذه الامور بتساعد ايضا على اعطاء الايجابيه والسعاده للشخص؟ في ناس بقول لك خرافات، ولكن انا شخص بامن بهذا الموضوع. اوكي. طب بدي اسال، اشمعنى برج السرطان بالذات؟ انا برجي. برجي انا كمان. عشان هيك انا ما انا قلت كيف عرفت كل التفاصيل. طيب هلا من ضمن الشغلات اللي بيعرفوها بعلم الاحجار الكريمه، بيقولوا انه في نوع من الاحجار عنده وعي بسموه كونشس. هذا الكونشس بيخليه انه بيمتص الطاقات. كيف احنا عندنا وعي؟ احنا كيف الكوميونيكيشن اللي بصير بيننا وبين بعض كلنا حتى على المستوى النفسي، انه عباره عن السب كونشس تبعنا هو اللي شاغل، هو اللي بيخزن كل هاي المشاعر، كل هاي المواقف. فتخزينه لكل هاي الاحداث هي اللي بيبني عندنا الكونشس تبعنا. نفس الشيء لما نيجي للاحجار الكريمه، راح نلاقي انه في نوعيه من الاحجار عندها هذا الوعي، فمجرد ما انا احتفظت فيها او شلتها بنيه
صار عندي نية بنت وعي، والحجر عنده وعي، الاثنين بيشتغلوا مع بعض بحيث انه يمتصوا. انا بالمناسبه بحكي هذا عشان انا عندي دبلوم في الاحجار الكريمه، ما انا احد 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 هواياتي قبل الهواء عشان فهي هيك. صحيح، فهي يعني عن علم ودراسه. أوكي. طيب بس في شغله ثانيه بيقولوا انه بالاحجار بما انه هي لها وعي وبتمتص هاي الطاقات السلبيه، بيقولوا انه لازم في كل مره عم نستخدمها نعملها شويه تنظيف. صح. فشو انواع التنظيف اللي احنا بنعملها؟ بكل بساطه بقدر اغسلها بشويه مي، اذا بدي ازيد اكثر شويه مي وملح. ففي شوية شغلات. هلأ في ممارسات طاقية أعلى شوي إذا بدنا ندخل بهاي التفاصيل، بيقولوا أنه ما تأخذ أي شيء وتعتبره أنه هذا المناسب لإلك، لازم تقيسه. صح. وتقيس طاقتك وتشوف الاثنين قديش كومباتبل مع صح. بعض حتى الألوان. Exactly. هلأ اللون في حد ذاته طاقة. يعني اللي احنا بنشوفه بالألوان هو انعكاس الفايبريشن اللي طالع من هذا اللون. وبالتالي في علوم الطاقة، إذا بدنا نروح شوية على علوم الطاقة غير عن علوم السعادة، رح نلاقي إنه في علاجات بتكون بالألوان. صح. ويمكن قياسها. وهي لما نيجي بنحكي بصراحة عن علوم الطاقة، أنا بحب دائما أقول للناس إنه ما تاخذوا الأوبينيون، خذوا الفاكت. صح. وشو الفرق بين الأوبينيون والفاكت؟ لما يجي واحد يقول لي أنا حاسس إنه أنا بردان، هاي عبارة عن أوبينيون ولا فاكت؟ هاي عبارة عن أوبينيون، لأنه أنت حاسس إنك هيك بس ما في شيء يثبت. لكن إذا أجا قال لي هاي الترمومتر بيقيس إنه درجة الحرارة مثلاً 2، فمعناته صار في. عشان هيك في علوم الطاقة أنا بفضل دائماً يكون في عندي أداة للقياس تقيس لي طاقتي، وفي الأدوات من المعقدة اللي هي الماشينز اللي $50,000 و $60,000 والطرق البدائية للقياس. صح. صح. بس المهم لازم يكون في قياس عشان ما يكون في أوبينيون، لأنه بيدخلوا الناس شوية بآراء. صحيح. فبصير كل واحد يقول رأيه أكثر ما بيقول فاكتس يعني. طب دكتور، أكيد نحن يعني أوقات يعني بنمر بمواقف ممكن تضايقنا، ممكن تعطينا شوي طاقة سلبية، فبيأثر برضو هذا الحكي على الناس اللي حوالينا. يعني مثلا ممكن أنا مع صحباتي if I'm going through like a bad day، يصيروا يحكوا لي إنه خلص بكفي نكتي علينا. فكيف ممكن إني أنا يعني أخلي هاي الطاقة السلبية اللي بس ما أعطيها إياهم؟ هلأ لما يكون أنا في عندي ناس محيطين وأكون أنا شوي مكتئب، احيانا كويس ان انا اطلع ضمن مجموعه اوريدي فرفوشه حلوه، اصدقائي اللي بيعرفوا كيف يطلعوني منها. لكن تخيل انه واحد، يعني هم عاده دائما بيقولوا انسان طاقته ايجابيه وسعيد بيعادل 400 من اللي طاقتهم سلبيه. صح. فما بنخاف اذا واحد ضمن مجموعه، اكيد ما راح يكون التاثير كبير، وبعدين خاصه اذا ضمن اصدقاء او الى اخره، الا اذا حصل اللي تكلمنا عنه من شوي اللي هو في السمباثي اللي هي بنبكي مع الشخص، مش بنفهمه وبنفكر كيف بنعيش الحالة معه، بنعيش الحالة وبننزل يعني لمستويات شوي نفسية بتكون نعم. بس كيف نحن نبدأ نحن نشوف؟ أول شيء بيقولوا إنه في زي كأنه سايكل أو دائرة هي اللي بتدخلنا في المشاعر. صح. فبيقولوا الفكرة بتجيب شعور، فإذا كانت الفكرة شوي نيجاتيف أو بنفكر بطريقة سلبية رح نلاقي إنه الشعور نيجاتيف. طيب والشعور السلبي شو بيعمل؟ بيعمل بيهيفير، بيعمل سلوك. هذا السلوك بصير الواحد هو سلوكه. ففي ناس بنلاقيهم أجريسيف شوي، عدائيين. ليش عدائيين؟ علشان لازم نرجع شوي نشوف طريقة تفكيرهم شو. صح. هل هم مش حاسين بقيمتهم في المجتمع، بدهم يكونوا دفاعيين أكثر، وبالتالي صار عندهم ايموشن بأنهم هم عدم ثقة بالنفس، أو أنهم عندهم قلق أو توتر فعم بيحاولوا يدافعوا، أو مهتمين برأي الآخر فيهم فعشان هيك عم بيعملوا، فبتعمل بيهيفير. طيب شو البيهيفير أو السلوكيات لمدة طويلة بتنتج عنها مجموعة من المعتقدات، من هالمعتقدات البسيطة وبعد هيك بتنتقل للمعتقدات الأعمق، وبعد هيك بتصير في هوية. فكل ليفل من هدول الليفلز عم بيدخل الواحد في مجموعة إيموشن معينة. طيب لما نيجي عند المعتقدات، المعتقدات هي يمكن اللي بتمسك أغلب الناس عن تحقيق أحلامهم. منها على سبيل المثال، وأنا دائما بحب أضرب المثل هذا، لما أغلب الناس بتحب إنه يكون معها فلوس وتكون مرتاحة، كلنا صح؟ حتى السعادة، السعادة اللي عم نحكي عنها كيف بدها تتحقق بدون فلوس يعني. صحيح. بس بيقولوا إنه السعادة اللي بتتحقق بدون فلوس اللي هي لليفل معين، بعده بتبطل فارقة كتير. صح. يعني تحت هذا الحد لا هي أساسية، بس بعد ما توصل لبعده كل ما زادت ما بتأثرش كتير على سعادتنا. فوق حد الفقر اللي عندنا احنا بالأردن كبير، هو فوق بشويتين يعني. طيب رح نرجع كمان مرة للمعتقدات. المعتقدات هي عبارة عن شغلات أنا مريت فيها. صح. من سن السنتين تقريبا لأربع سنين أو خمس سنين بتنغرس من الوالدين بشكل كتير. صح. كبير. صح. بعدها بدخل على المدرسة، رأي المدرسين والزملاء، وبعدين بمشي في الحياة. في كل تجربة أوريدي عم بخزن هاي
المعتقدات كيف بتتخزن؟ بتتخزن عن طريق مواقف ومشاعر، بتروح وين؟ لعقلي الباطن. احنا عارفين انه في عقل واعي وعقل لاواعي. العقل الواعي اللي بياخذ القرارات الديسيجنز، بس العقل اللاواعي هو اللي بتخزن فيه كل الميموريز، كل الذكريات وكل الايموشنز حلوها ومرها والى اخره. كيف لما بنيجي على الكيبورد وبدنا نكتب اي حرف من الاحرف وبعدين نكبس مثلا حرف الكي من اسمي خالد، فبتطلع على السكرين حرف الكي. هلا في بروجرام اللي هو بالعقل اللاواعي مبرمج انه لما تنكبس هاي الكبسه طلع له كي. السؤال، تخيلوا نحن مرين بمواضيع كثيره والعقل اللاواعي اللي موجود عندنا اريد مر باحداث سيئه، فلما اجي اخذ قرار تجاه موقف معين بفكر انه انا اللي اخذته، بينما في برنامج مخزن فيه شغلات كثير. فتخيلوا قديش ممكن نكون عم ناخذ قرارات مفكرين احنا اللي بناخذها بينما هي مبرمجه ايوه. فعشان هيك في ناس كثير بمروا باحداث كثير وبيجوا بياخذوها بس ما بياخذ قراره منه، هو بفكر انه اخذ القرار بس هو متاثر بالسبكونشس. عشان هيك في البيليفز احنا بنقول اللي هي المعتقدات اللي مخزنه موجوده، لازم الواحد يشيل الفيروسز اللي موجوده لانه الله خلقنا على فطره سليمه. صح. كلنا يعني المفروض نكون سعيدين وكلنا تكون رؤيتنا للمواضيع كتير حلوه. طيب مواضيع البيليفز ايش اللي بيعيقها؟ بيدخلونا بسايكل تانية بيقولوا انه البوسيبيليتيز او الـ يعني الاحتمالات امام الواحد والفرص لا حصر لها، الدنيا مفتوحه. تخيلوا كل يوم بيطلع بروجكت جديد، كل يوم في فكره، كل يوم في اختراع، من وين جايه؟ لانه الاحتمالات حتى رياضيا يعني بالرياضيات رح نلاقي انه الاحتمالات لما تيجي تحطوها شو هي الفرص اللي موجوده قدام الناس لا حصر لها. طبعا حتى في فرصه حلوه كنا عم نحكي عنها قبل الهوى انه كيف الواحد اذا اجى قدامه موضوع ياخده وما يتردد فيه، لانه كل واحد ممكن يكون اللي بده اياه. السؤال بعد الفرص هاي اللي احنا قلنا انه في فرصة شو لازم اعمل؟ لازم يكون في مجموعة actions. اذا انا باخد action على كل فرصة موجودة يعني باخد actions كتير فتخيل افعال كتيرة، فافعالي هاي بتأدي لنتائج. كل ما كترت الافعال كل ما كان في نتائج اكتر. طيب وكل ما كان عندي نتائج شو راح تدخل في نظام المعتقدات تبعي؟ انا صاحب معتقدات، حكيت كتير بس راح خلصك وياها على السريع. بس لا بدي اسألك سؤال سريع برضو بدي مني الجواب معنا. لازم ننهي هلا. الواحد إذا اعتقد أو آمن بهدف معين أو بإشي معين رح يصير معه، هل بالفعل طبعاً كل شيء بإيد ربنا بس هل بالفعل ممكن يجذب الطاقة أو يجذب الأشخاص حتى يسهلوا له هذا الأمر ويوصل له؟ نعم أو لا سريعاً؟ نعم، وهذا سر الكون. شكراً. بدنا نشكرك الدكتور. العفو. يعني خالد حمل تواجدك معنا، يعني أنا بحب هذا الموضوع، بحب هيك تعطيك جد إيجابية. بدنا نشكرك. الحمد لله. شكراً جزيلاً. شكراً لك. تشرفت بوجودي معك.